أستاذ سميح، يعني أتحدث معك في الجزئية التي كنت أتحدث عنها، وهو 72 ساعة سفر، ومن ثم يخوض منتخبنا الوطني مباراة مع المنتخب السعودي، وقد تكون هذه الفترة الطويلة من السفر أثرت على أداء منتخبنا الوطني. صحيح أخي الكريم، هو فعلا كان الجهاز الفني مرتب برنامج معين للمعسكر الداخلي في صنعاء، ومن ثم الانتقال إلى المعسكر الخارجي والوصول قبل فترة كافية من المباراة الودية أمام المنتخب السعودي، وحتى يخوض اللاعبون المباراة وهم في راحة وفي تركيز. لكن للأسف حدثت مشكلة يعني في إصدار جوازات اللاعبين من مأرب بعد الأحداث التي شهدتها عدن. كان الأصل أن يتم قطع الجوازات من عدن، فانتقل الموضوع إلى مأرب، فاللخبطة هذه اللي حصلت يعني إحنا في وضع بلد يعني مش مستقر، أدى إلى تأخر البرنامج وسفر اللاعبين إلى قبل تاريخ 10 اللي هو موعد المباراة. طلبنا من الاتحاد السعودي طبعا تأجيل المباراة يومين، لكن للأسف كان الجهاز الفني للمنتخب السعودي مرتب برنامج معين أن تكون هذه آخر مباراة قبل التصفيات حتى لا يتم تأجيل المباراة ويصاب لاعبوه، وبعد ذلك يكون الوقت قصير للاستشفاء. فهذه هي الظروف التي تحدثت عنها وأشرت إليها. الآن أنتم في معسكر تحضيري للتنافسات المنافسات القادمة، حدثنا عن استعداداتكم، وسؤال أيضا يعني ما هي الآلية التي عن طريقها، يعني لا يوجد لدينا الدوري، الآلية التي عن طريقها تم اختيار اللاعبين؟ ذكرنا طبعا في إطار تغطياتنا لمعسكر المنتخب، تمت الآلية بإيكال المهام إلى مدربين وطنيين ذو كفاءة عالية في مختلف المحافظات اليمنية، حتى وصلت إلى أبيان، إلى شبوة، إلى المهرة، إلى عدة محافظات، وتم اختيار مجموعة من اللاعبين ترشيحهم من قبل هؤلاء المدربون الوطنيون الذين يشهد لهم بالكفاءة، وبعد ذلك تم اقتراحهم على الجهاز الفني. دخلوا في معسكر طبعا داخلي في صنعاء حوالي 40 لاعب، أجريت عليهم العديد من الاختبارات، من ضمنها طبعا الاختبارات الفنية، اختبارات فحص الرنين المغناطيسي الخاص بالأعمار، كون الفئة هذه طبعا المطلوب فيها فئة أقل من 16 عاما يعني مواليد 2004. فتمت الآلية بصورة عادلة واحترافية. الآن المنتخب يمثلوه لاعبون من أبيان، من شبوة، من عدن، من تعز، من أب، من كل أرجاء اليمن، نعم، من مختلف المحافظات حقيقة. كانت هذه الآلية في الاختيار. في يعني لطالما كان المنتخبنا الوطني متميز في الفئات السنية، ولكن للأسف كان يخذلنا في المنتخب الأول، لكن الفئات السنية متميزة جدا. ما هي حظوظ منتخبنا الوطني وفق العناصر التي يعني نراها حاليا في منتخب الناشئين؟ هو حقيقة الخوف من التصفيات أن كل منتخب يجهل الآخر، يعني هذه الفئة لأول مرة تخوض مباريات دولية، لا يوجد حتى أسماء جديدة كلها يوتيوب أو كذا. نعم، الحظوظ منتخبنا أمامه الآن المنتخب القطري الذي يبدو أنه حجر العثرة، يعني كمنتخب متطور ومرشح. لدينا منتخبين، منتخب بنغلاديش، منتخب بوتان، يعني نأمل أن نأخذ منهم 6 نقاط، بعد ذلك مع المنتخب القطري في حال حدوث التعادل أو حتى الفوز سيكون شيء إيجابي، والفرص حقيقة قائمة، يعني لدينا كوادر يعني رائعة ومبشرة بخير. الكابتن سميح المعلمي المنسق الإعلامي والمتعاون جدا في منتخبنا الوطني للناشئين، شكرا جزيلا لك.